السلام عليكم. مجموعة قنوات الجزيرة الرياضية أو بين سبورت في خدمة أردوغان وسياسته الداخلية والخارجية. موقع نورديك مونيتور السويدي كشف إن شركة بي إن ميديا القطرية المتخصصة في إنتاج وبث الأخبار الرياضية والترفيهية ساعدت الرئيس التركي أردوغان في سجن ومحاكمة ومطاردة منتقديه في قضايا سورية من خلال شركتين تركيتين مملوكين لها، وهي شركة ديجيتال بلاتفورم وكيريا اتشريك الموجودتين تحت العلامة التجارية ديجيتورك. الشركات التابعة لبي إن بدأت العمل من 2016 بعد مسلسل الانقلاب التركي بإلغاء اشتراكات منتقدي أردوغان ومعارضيه لتعطي للنظام التركي دلالة شبه واضحة عن المحاكمة بتهمة الإرهاب. طيب بي إن عملت الموضوع ده إزاي؟ من خلال تسريب وتمرير بيانات العملاء للحكومة التركية علشان تستخدمها الحكومة التركية في المحاكم لسجن معارضي أردوغان. ديجي تركيا اتحولت من الترفيه والرياضة لكرباج سياسي في إيد أردوغان، خصوصا بعد خسارة حزبه الأغلبية في انتخابات يونيو 2015 للمرة الأولى من بعد 13 سنة. ومن خلال ديجي تركيا القطرية في تركيا حاول أردوغان تقييد المشهد الإعلامي للمعارضة التركية والرسائل اللي بتنقل من خلالها، وتقييد وصول احزاب المعارضه للناخبين من خلال شبكات التلفزيون، لان ديجي تورك القطريه في الاساس هي شركه مشغله للقنوات التلفزيونيه وبتقدم خدمه البث للقنوات الحكوميه والقنوات الخاصه والراديو والموسيقى، وبتمتلك حقوق بث قنوات اجنبيه وبتمتلك حصريا حقوق بث الدوري التركي. ديجي تورك القطريه وقفت بث 7 قنوات شعبيه تركيه تابعه للمعارضه او ناقده للحكومه بسبب استضافه صلاح الدين ديمتراش رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، وبسبب رفض ديجي تورك القطريه بث قنوات المعارضة قام زعيم المعارضة التركية كمال كليكدار أغلو وصلاح الدين ديمرتاش بإلغاء الاشتراك في باقتهم، ودعوا الشعب التركي لإلغاء الاشتراك كمان. من خلال إلغاء الاشتراك في ديجي تورك القطرية بقى دي، ده كان سبب كافي جدا من أردوغان وحكومته علشان يقوموا بالتحقيق مع عشرات الآلاف من الناس اللي لغوا الاشتراكات والبدء في إجراءات جنائية ضدهم بسبب إلغاء الاشتراك، وده كان كافي جدا لحكومة أردوغان علشان يدينهم بتهم تتعلق بالإرهاب. الشركة القطرية ساعدت حملة القمع التركية من خلال تقديم كل المعلومات المتاحة عن شكاوى العملاء وتسجيلاتهم والكشف عن بياناتهم قدام المحاكم التركية لدعم القضايا الجنائية ضد اللي ألغوا اشتراكهم. يعني أي مواطن تركي سأل فين قنوات المعارضة اللي رفضت تركيا تزويدها بخدمة البث، أو حتى بعت إيميل أو شكوى بخصوص عدم وجود قنوات المعارضة، تم سجنه ومحاكمته بتهم بتتعلق بدعم الإرهاب. والشركة القطرية ما توصلتش بالمعلومات والبيانات والسجلات الكاملة. كيف وصلوا لفين في حرية الرأي ورأي الآخر؟ علشان كده تلاقي المجال واسع جدا عندهم للمعارضة، بس اللي بيسموا نفسهم مصريين مش شايفين ان الأتراك كلهم في السجون. يعني تخيل العته والغباء والسفه لما اقول لك اللي كان عامل اشتراك في قناتي ولغى الاشتراك انا هبلغ عنه او هوديه في 60 داهيه. حاجه عبيطه، صح ولا انا غلطان؟ تخيل بقى لما ده يكون منطق دوله ورئيس دوله وبتساعده في كده دوله تانية باكملها وبكل ادواتها وشركاتها واقتصادها بتخدم عليه وعلى ديمقراطيته البلاستيك. الشركه اللي كانت تركيه احتاجت زياده من امير قطر تميم بن حمد الثاني في 2015 علشان يتقرر وقتها لاول مره تسليم الشركه من غير مناقصه لقطر. وقتها كانت الشركه اسهمها تقدر ب 1.3 مليار دولار، ويوم ما تم رفع دعوه قضائيه ضدها في محكمه ميرسين وتم اصدار قرار بايدينها وضدها، قام اردوغان باقاله القاضي فورا واستبدلته بقاضي جديد واصدر حكم بيتوافق مع اردوغان ومع المجموعة القطرية، وقال دي تجارة عادية وملهاش دعوة ولا علاقة بالسياسة. طيب اللي عايزين نقوله في الأخير إيه؟ إن تميم ودولته بيخدموا على أردوغان في كل مكان وفي كل وقت، وبيدفعوا الغالي والرخيص علشان رفع الحرج عنه وعن نظامه وعن أخطائه. يعني بدل ما المعارضة كانت بتتعامل مع الموضوع بوصفه إن النظام بيضطهدهم وجاي عليهم، لا دي كمان شركة، وكمان شركة دولية، وإحنا في سوق مفتوحة، وبالتالي منع أي تشويه لصورة أردوغان وتلميع صورته بشكل مستمر. والفضل في كل ده لتميم ودماغه الجبارة في خدمة العثمانلي بكل ما أوتي من قوة، بيسجنوا الناس علشان لغوا اشتراكاتهم من قناة وبيتهموهم بالإرهاب، وفي الأخير بيهاجموا مصر لما تسجن اللي قتل وحرض وفجر وإيده مليانة بالدم، وبيقولوا دول معارضين سلميين عايزين ديمقراطية وحرية وخير للبلد. تخيل بقى ليه هم ما شبعوش بالديمقراطية دي لوحدهم وطمعوا فيها زي ما طمعوا في خير وثروات وأراضي الدول العربية والإسلامية. يعني قطر ونظامها مش مكفيهم خضوع وذل وخدمة لتركيا والأردوغان بقاعدتين عسكريتين في قطر، ولكن هي كمان اللي بتسدد فواتير نظام أردوغان داخليا على الأراضي التركية وبتمنع تشويهه أو العمل ضده حتى لو تم تشويه قطر نفسها وحاكمها تميم. تخادم بشكل مثالي مش هتلاقيه إلا في النظام القطري. وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.